مشاهدينا اهلا بكم في حرب مباشر مدينه الدار البيضاء، وكتبوا معنا شارع رئيسي في العاصمه الاقتصاديه منعدمه فيه الاناره، اعمده كهربائيه كاينه لكن المصابيح غير مشغله، فضيحه اخرى لليديك. حنا كنعرفوا ان ملي كتنعدم الاناره في الطريق راه كيكونوا يعني السائقين عرضه، الله يحفظ، الحوادث السير، كيكونوا الراجلين عرضه للخطر، للسرقه، للاعتداء، اي نوع من نوع الاعتداءات. بحال كنهيئوا واحد الفرصه لي او اي واحد كتسولو نفسه الحق الادب الناس، كنهيئوا لي هذه الفرصه. حنا دابا كاينه 9 الليل اولا ما عرفتش شحال الساعه، دابا شحال الساعه وليد؟ 9:11، فما بالك مع 12 الليل ومع الوحدات الليل، وكنعرفوا ناس كيخدموا بالليل الله يحسن العوان، عيالات خدامين بالليل، رجال خدامين بالليل، كيخرجوا من الخدمه يمشيو لديورهم. ملي غيدوزوا من هذه المنطقه كيفاش غادي يكون الحال وكيفاش غتكون السلامه ديالهم؟ كنتمناو يا ربي الشركه المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء انها دير في بالها شويه المواطنين، لان كنشوفوا على الاسف من 1997 من نهار دارت العقده، ليومنا هذا عقده 30 عام، بقى واحد 5 سنين، وهي غير في كنز الاموال، ولكن شي صيانه شي تدبير راه ما كاين حتى شي حاجه، كاين غير استخلاص الفواتير، واللي ما خلصش المولى الضو واحد المده يتزاد عليه، ما خلصوش طولات المده كيجيو يديو له المكانه، ولا بغى يرجعها خصو يخلص مع شحال باش يرجع المكانه. وها نتوما كتشوفوا شارع رئيسي ها هو كيدير في الظلام. الا كانت هي بطريقتها كتحاسب المواطنين الا ما اداوش الفواتير وكتقطع لهم الضو وتقطع لهم الماء وتحيد لهم المكانه، واش ما كاينش اللي كيحاسبها هي الا ما دارتش الواجب ديالها تجاه المواطنين وصلحت لهم الإنارة العمومية وكذلك مجاري المياه وبزاف من الخروقات اللي كتقوم بها هذه الشركة اللي مفوض لها تدبير الماء والكهرباء؟ ومجلس المدينة لا يحرك ساكنا، ما كنتكلمش على المجلس الحالي، راه مجالس دازو وتا واحد ما كيحاسب، راه كنتكلم من 1997 ومازال السنوات الجاية 30 عام مازال ما كملات، وما كاينش اللي كيجلس مع هذه الشركة على الحوار، ما كاينش اللي كيقول لها أشنو درتي، وباقا كدير في المواطنين اللي بغات. انا كنتكلم على الساكنه ديال الدار البيضاء. هانتوما كتشوفوا الظلام كيفاش داير، الظلام مع الاشغال، نتمنوا يا ربي، وانا متاكده ان الناس غيكونوا اتصلوا بهاد الشركه، اتصلوا بليديك على اساس تصلح لهم الكهرباء، ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها اضاءت ولكنك تنفخ في رمادي. وحنا كنقولوا لديك اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد، فكفى استهتارا بالمواطن. في امان الله، الى اللقاء.